طب اسمح لي أبدأ كلامي زي ما فضيلتك تكرمت وبدأت بحديث برضو لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا راجل لا بكذب ولا بلف ودور ولا ليا مصلحة غير بلدي، بلدي بس. علشان كده أنا عايز أبقى صريح وواضح. مفيش خلاف، الصراحة مطلوبة يا سيادة الفريق. الإخوان بيتدخلوا في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم. زي إيه يا سيادة الفريق؟ الدولة ليها رئيس، والرئيس ده رئيس لكل المصريين سواء كان إخوان أو غير إخوان. ده معلوم، مفيش خلاف. يبقى ليه الإخوان بيتدخلوا في مؤسسات الدولة؟ خيرت الشاطر والبلتاجي بيروحوا الأجهزة الأمنية وليهم مطالب وبيدوا أوامر. جميع أجهزة الدولة شغالة مع رئيس الدولة، وكل شيء بيبقى تحت تصرفه أول بأول. ما هو برضو خيرت الشاطر والبلتاجي يهمهم مصلحة الدولة. مش كفاية يا سيادة الوزير، احنا مش عارفين ندخل الجيش. فضلت المرشد، القوات المسلحة منذ اغتيال الرئيس السادات وهي حريصة جدا انها تكون بعيدة عن اي توجهات سواء كانت اخوانية او سلفية او اي توجهات اخرى حتى في الديانة المسيحية. غير مسموح بالامر ده نهائي في الجيش. اخطر شيء على الامن القومي ان الجيش ينقسم لفرق وجماعات، ده فيه ضياع لمصر وضياع للوطن. الجيش ولاءه لله ثم للوطن فقط. ولو انتوا حريصين على الدولة لازم تبقوا كمان حريصين على ده. وفي جميع الأحوال الإجابة لا فضيلتك، احنا لن نسمح بذلك. بس احنا اللي بنحكم. اللي بيحكم رئيس لكل المصريين وبدون توجهات. يا فضيلة المرشد، احنا مش عايزين البلد تنهار او تضيع. الكلام اللي بقوله لفضيلتك ده من ادبيات القوات المسلحه من زمان. الجيش لازم يكون جيش وطني وبس.